هادو دارنا ودره كانت ترحم في دار كذي 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 وهذا الطبون كذي الدرب تيجي قدامهم بهدوء هدوا دار عبد الله سالم ويجوا على خيري وظلوا فايتين على الدار بلال هوني الحين هدوا الدور اطلعوا بقى طيب الحين اهل الدور وين ودهم يسكتوا ما في مسكن لهم الطابون مهم يعني لانه مرفوع عليه قضيه من جار المستوطن الموجود في المستوطنه هذه القريب هذا بما يعادل 100,000 دولار او اكثر مطالب فيهن ابوي في المحاكم الاسرائيليه ان يسددهن في الوقت يعني في اقرب وقت لكن احنا في قضيه بيننا وبينهم في المحاكم وهم امس لما جو هدموا الطابون يعني زي ما تقول بعروه اللي انهدمن لا مع امر ولا هم اخطرون انه في عليه امر هدم لكن هم لما هدموا كم من بيت قبل ما يكملوا البيوت هدم دخلوا عليه الباقر الجي سي بي وقام هدمه والناس كانوا كلهم محشورين حاشرينهم المشمار قفول والجماعة اللي هم جنود الاحتلال أبشر أبشر وعلى غفلة منا اللي هم هادمين الطابون يعني بسيط حالة كومة صرار يعني زي ما تقول وهالطابون اللي هو الطين اللي نخبز فيه في 5 دقائق كان القايمين بالمهمة ولما رجع احنا ما يعني انتهى الهدم واحنا ما كان عندنا اي اعتقاد ان طبون مهدوم لما جينا تفاجأنا فاحنا اليوم موجودين ان شاء الله بدنا الان نعيد اعمار هذا الطابون اخرى ساعتين زمان ان شاء الله يرجع شغال واحنا نتحداهم وان شاء الله مهما هدوا مهما عملوا مهما خربوا ما نطلع من ارضنا ونظل صامدين في ارضنا ارفعوا هذا عقداها ما اسميك ده يا رجل والله كل سنة موسم موسم حصاد كل موسم لو ما يجينا أيام الشتاء يدعو عندنا وآخر هدم يوم أمس هدموا 6 مباني وهدموا الطابون اللي هو بناء ياكلوا منه خبز 40 نفر وهذا الطابون يعني هذا وسيله الغذاء الرئيسي لنا وانا ناشد العالم كله مين من ما ياكل خبز كل واحد يقوم الصبح يقول لا اله الا الله او ملحد او مسيحي ياكل خبز احنا ناكل خبز من هذا الطابون وخلى اولادنا بدون خبز الان وخلونا بدون ماوى يعني هذا تطهير عرقي هذا صدر عقلي بارك هذا مي هذا كيف قلب قصده لا احنا نجيبه لا هذا سعيد ما تفزع